بعد دوامي من الخدمة بروح أنا بودي بنتي على الملعب تتدرب 5 أيام وبتلعب لعبة مباراة كل سبت. فيوميا أنا على الملعب مع بنتي وبساعدها بكذا ما أمكن. هذا حلمنا كلياتنا كان إن نلعب للأردن وبنتنا تلعب للأردن، يعني شعور لا يتوصف جدا تلعب للفريق الأردني، وإن شاء الله نقدم أحلى أحلى مناسبة لهم. لما أشوف بنتي بتركض دمي بركض معها وعروقنا بتركض معها لأن بتلعب للمنتخب الأردني، يعني شعور لكل أب بتمناها، شعور يعني لا يتعوض نهائيا. لأول مرة لما وقفت في الفتاح الاستم أول مباراة والله إني بكيت. صعب اني احكي لك شو الفرحه اللي اجتني، فرحه ما تتوصف نهائيا، فرحه ما بتجيني. يعني انا مبسوط كثير بالنسبه لبنتي على الجهد اللي بتقدمه هي والنجميات. ان شاء الله بنرفع راس الاردن.